محمد عطيه بروفيسور اوف بيدياتريك اند كريتيكال كير ميديسن وسو فايس هوستل. ويل سبيك اباوت بيدياتريك كونسيدريشنز ان ميكانيكال ديفيشن. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم، وبيسعدني وبيشرفني ان انا اكون معاكم، وبشكر اخواتي وزمايلي وحبايبي الدكتور محسن والدكتور رائد وباقي الزملاء على الدعوه الكريمه. و هنتكلم النهارده على الميكانيكال فنتليشن وبرنسبلز ويتش ابلاي ريجاردلس، وهنحاول ان احنا نستعمل الوايت بورد لما يكون في حاجه محتاجه الستريشن ان شاء الله. في البدايه نتعرف على بعض الترمينولوجي الميكانيكال فنتليشن. بنسمع كتير عن حاجه يقول فوليوم كنترول، لا بريشر سايكل، لا تايم ليميتد. يعني ايه كنترولد ويعني ايه سايكلد ويعني ايه ليميتد؟ لما بتكلم عن يعني ايه كنترول، يعني البيربوز اوف ذس ميكانيكال فنتليشن از تو ديليفر ايه. يعني لما بقول فوليوم كنترول يبقى انا بديليفر فوليوم، لما اقول بريشر كنترول يبقى انا بديليفر بريشر. ادي اول ترمينولوجي اللي هو بتاع الكنترول. نسمع كتير كلمه التريجر. التريجر بلغه بسيطه هو ايه اللي بيبدا الانسبيريشن. هل هي ماشين تريجر، يعني الماشين هي اللي بتعمل اللي بتقرر تدي، ولا بيشنت تريجر، يعني البيشنت هو اللي بيبتدي الانيشيشن اوف ذا سيرف. بعد كده في حاجه ترم تاني اسمه الليميت. خلاص احنا عرفنا احنا هندليفر ايه ومين اللي بدا يوصل لفين اخره ايه. هيبان الترمينولوجي ليميت ده شويه اكتر لما نتكلم مع بعض. في كلمه سايكل. سايكل دي يعني ايه اللي يبدا الانسبيريشن وايه اللي ينهي الانسبيريشن ويبدا الاكسبيريشن. يعني لما اقول تايم سايكل يبقى انا بتحكم في الانسبيريشن بزمن. لما اقول فوليوم سايكل دي يبقى لما الفوليوم الفلاني يخلص يبقى الانسبيريشن خلص، وهكذا. يبقى كلمه سايكل معناها ايه؟ هي اشاره نهايه الانسبيريشن وبدء الاكسبيريشن. تمام. نتكلم على المودز اوف فنتليشن. ولما بنتكلم على المودز اوف فنتليشن بنقسمهم تو لارج كاتيجوريز، حاجات فوليوم كنترول وحاجات بريشر كنترول. تمام. ولازم نبقى يعني عندنا كونسبت مهم في الفنتليشن قبل ما نبتدي، ان احنا بنتكلم دايما فوليومز، بس بنشرح للماشين الفوليوم احيانا بلغه البريشر. تمام. مش احنا كلنا بتوع شيست، مش كده؟ اوكي. دايما نتكلم على التايدال فوليوم، مش كده؟ عمر حد اتكلم على تايدال بريشر؟ ما حدش. انما احنا وانس ان احنا تدخلنا في الموضوع يصح ان احنا نصيغ المسج للماشين ان تيرمز اوف بريشر، بس في النهايه عنا على مين؟ على الفوليوم. في النهايه احنا بنتنفس فوليوم. فالفوليوم كنترولد ايه اللي بيحصل فيه؟ الفوليوم كنترولد انا بدخل للماشين تايدال فوليوم تو ديليفر. بقول له ادي الراجل الطيب ده هو 500 ده انا بدخل فيهم التايدل فوليوم. ده اللي هو الفوليوم تارجت فنتليشن. اللونج كومبلاينس هتفرق من واحد للتاني ولا لا؟ وتفرق جوه نفس العيان في ديفرنت باثولوجيز ولا لا؟ تفرق. يعني صح ال 500 اللي انا بديهم للبيشنت ايه يحتاجوا بريشر 20، والخم نفس ال 500 في لانج تاني محتاجه بريشر اكتر، فهنا البريشر يبقى فاريبل، يبقى انا بدخل الفوليوم والبريشر يبقى فاريبل. ده روح الفوليوم تارجتد فنتليشن. مش هنعرف نعرض الصور كتير. اول نوع بنتكلم دايما عنه في الفوليوم تارجت فنتليشن هو السي ام في، اللي هو الكنترولد مانداتوري فنتليشن. السي ام في ده هو الدكتور احمد بيستعمله في الاناتيزيا كتير. العيان سيديتد بارالايزد
العيان ملوش اي دخل في الموضوع. الماشين بتدي 20 بريث بير مينت باف اي او 2 50 60 زي ما انت ظبطه، وكل بريث التايدال فوليوم بتاعه اكس. اوكي، يبقى انا اتفضل. هنيجي تاني للبريشر كنترول ديفينيشن، يعني سيبنا نقول المودز كلها، واللي عنده سؤال بعد كده هنجاوب. يبقى مين اللي عامل الايفورت كله؟ الماشين. مستحب اسيب عيان كتير على ده؟ لانه هيحصل له ايه؟ هيريح بالبلدي، العيان هيريح على الفنتليتور، والريسبيراتوري ماسلز بتاعته والتايم والجيت ويك تيجي تشيله ما تعرفش تشيله. يبقى السي ام في كنترولد مانداتوري فنتليشن ما هو الا ريت فيكسد الماشين بتديه، وان كان في الفوليوم دايما بنرسم الكيرف كده. تمام، بوصل للبيك بريشر وبعدين بنزل للبلاتو بريشر وبعدين يحصل سايكلينج اخش فيه في الاكسبيريشن. تمام، اكيد بقى اللي هي ايه مسخه سوري على الانترابشن، بس دي هتكون اكتر ان شاء الله. قسمنا المودز اوف فنتليشن حاجتين كبار، الفوليوم تارجت والبريشر تارجت. وبنتكلم في اول واحد اللي تحت الفوليوم اللي هو السي ام في. السي ام في قلنا all work is performed by the machine. The patient cannot trigger in between the mandatory cycles. مش حاصل. تمام؟ طيب اتفضل. انا بدخل ايه للجهاز في السي ام بي؟ بدخل ريت وبيب واف اي او 2. ومهم قوي ان معظم الاجهزه يمكن القديمه شويه بتحتاج مني فلو، ان انا اظبط الفلو. الحاجات القديمه دلوقتي، الحاجات الجديده عفوا، فيها ما يطلق عليه الاوتو فلو، ان هي بتحسب الفلو لوحدها. انما لو لقيت الجهاز بتاعي مطلوب مني ان انا ادخل له فلو، المعادله بسيطه جدا. المعادله بتقول ان التايدال فوليوم ان ليترز في الريت في الفراكشن اوف انسبيريشن. بمعنى ايه الفراكشن؟ التايدال فوليوم انا عارف، بس بالليتر زي نص لتر. في الريت بتاعه 20. كويس، انما ايه الفراكشن اوف انسبيريشن؟ الاي اي ريشيو بتاعتي مثلا لو 1:2 يبقى الفراكشن اوف انسبيريشن كام؟ التلت. ما هو 1:2 يبقى التوتال كام؟ 3، وهي واخده منهم 1 يبقى في 0.33. الرقم اللي يطلع لي اظبط الفلو بتاع الماشين عليه. لان هذه الماشين عشان تدليفر هذا الفوليوم بهذا العدد في هذا الوقت محتاجه هذا الفلو ان هو يجي لها من السورس. ده اول حاجه في الفوليوم تارجتد فنتليشن، العيان اللي جاي محتاج كومبليت باراليسز اند سيديشن. العيان اللي كومبليتلي ابنك لسبب ما، البيشنت بقى كومبليتلي ابنك سواء فارماكولوجيكال ابني او خلاف. تاني نوع اللي اسمه الفوليوم اسيست كنترول. عايزين نحس بمعنى الكلمات. كنترول ده هنا كان معناها ايه؟ كل حاجه بالماشين. وكلمه اسيست تديك ايحاء بايه؟ ان احنا هنساعد. ينفع نساعد واحد ما بيعملش حاجه؟ لا. فهنا هيبتدي دور البيشنت. بخش انا هنا على الفوليوم اسيست كنترول. هو سي ام في بالريت اللي انت ظبطه
بس the patient is allowed to trigger in between the mandatory بين قوسين controlled cycles. يبقى المانداتوري سايكل هي الكنترولد سايكل والبيشنت كان بريث ان ان بتوين. ماشي الكلام؟ يبقى انا هلاقي الكيرف بتاعي ماشي كده ويصح ان العيان يقوم واخد واحده سبونتينيوس. اعرفها منين ان هي سبونتينيوس؟ ان هي قبليها تريجر، ان الخط اتسحب لتحت، العيان عمل ايفورت، الماشين حس حس بيه. تمام؟ طب لو انا حاطط عيان على فوليوم اسيست كنترول وهو قرر ما يتنفسش، ايه اللي حصل؟ انا في سي ام في، العيان قرر ان هو يقلب المود سي ام في لان هو تخلى عن الميزه اللي انا مديها له، شال الاسيست بقى فوليوم كنترول. ليز انتربت، يعني احنا بنتكلم في فيري ادفيرس كونديشنز، فمهم ان المسج حتى لو بسيطه ان هي توصل ان شاء الله. المود اللي بعد كده اللي هو اسمه الاي ام في، انترميتنت مانداتوري فنتيليشن. اللي بيحصل في الانترميتنت مانداتوري فنتليشن ان هو برضه زي السي ام في، وبرضه العيان تريجرنج ان بتوين، بس بيتساعد بحد اقصى من الجهاز. تمام؟ يبقى في الاسيست كنترول الجهاز حاسس وبيزق معاه بالاسيست، صح؟ الاي ام في ما فيهوش الاسيست، الاي ام في العيان بيتنفس وبعدين لما جه الوقت انه ياخد المانداتوري ياخد المانداتوري، فالجهاز ملوش دعوه بالعيان بيعمل ايه في السبونتينيوس. واضح الفرق؟ ده ما فيهوش اسيست، ده هو مجرد ان هو سامح له ان هو يتنفس ان بتوين، انما ما بيساعدوش. في الاسيست كنترول كان بيساعده لما يتريجر، ولو نسي ان هو يتريجر كان بيديله السيت ريت عادي. الفرق واضح؟ ما بيساعدوش. لما تيجي وقت بيخليه يخلق. نتكلم فين؟ لا بيدي بيساعده برضه، بيساعده يعني كان تريجر وان اوف ذا سايكلز، بس ما بيخليش الريت يزيد عن السيت ريت. ماشي الكلام؟ ولو كانت الصور شغاله كانت فسرت. هنا في الانترميتنت مانداتوري فنتليشن المانداتوري سايكلز شغاله and the patient can breathe in between.
الفوليوم تارجت الفنتليشن اتكلمنا على السي ام في الفوليوم اسيستد كنترول انترميتنت مانداتوري فنتليشن اللي بعد كده اسمه اس اي ام في اللي جايه من سينكرونايزد كويس في الاس اي ام في روح الاس اي ام في ان كل السايكلز ار تريجرد باي ذا بيشنت تمام ويبقى هو ما مش مفروض ان هو يتدخل مفروض العيان ريكفرينج الريت بتاعه بادئ يبقى كويس بيتحط على الاس اي ام في علشان الجهاز يحس بالايفورت بتاعه ويكافئه على الايفورت بتاعه بفوليوم ماشي يكافئه على الايفورت بتاعه بايه اب تو عدد ريسبيراتوري سايكلز اللي انت حاطه في الريت يعني لو انا حاطط عيان على اس اي ام في بريت 25 هيحسه 25 مره في الدقيقه ويديله الفوليوم اللي انا حاطه طب العيان خد 35 ال 10 الباقيين ار نوت سبورتد ار نوت فيلد ار نوت ريوردد ان اذر تيرمز ماشي الكلام يبقى هنا بيحصل ايه الاس اي ام في طب لو العيان قرر ان هو ما ياخدش مشكلة لان هو روحه مش هيديه انما الفنتليتورز عملت حاجة اسمها الباك اب مود وانت بتحط العيان على الاس اي ام في يقول لك طب ماشي ولو ما خدش اعمل له ايه؟ تقول له والله لو ما خدش حطه على سي ام في او على فوليوم اسيست كنترول انت بتحط مود ثاني احتياطي ورا الاس اي ام في متفقين؟ اخر مود في الفوليوم تارجت فنتليشن اسمه الفوليوم سبورت الفوليوم سبورت ما هو الا اس اي ام في معدل شويه اس اي ام في معدل شويه ازاي ان هو بيشوف العيان هيقدر ياخد قد ايه سبونتينيوس ويكملهم يبقى مين اللي بيتريجر؟ البيشنت والهلب من الماشين توتال ولا بارشال ولا ابسنت؟ بارشال اند فاريبل حسب الايفورت بتاع العيان في كل بريث العيان خد 200 هو يديله ال 300 خد 300 يديله ال 200 خد 400 يديله ال 100 خد ال 500 لوحده خير وبركه تمام؟ يبقى هو بيتريجر باي ذا بيشنت انما كل مره الماشين قايسه ومكمل يبقى دول اللي احنا بنسميهم الفوليوم تارجتد فنتليشن ودول يمكن اللي بيبقوا انترستنج اكتر للادلت فيزيشن ام نوت شور ان انتوا ما زلتوا بتفنتليت وذ فوليومز يور اون بريشرز اوكي العالم كله دلوقتي بريشر مقلدين البيدياتريشنز انما هم دول الفروق واضحه ولا يعني عيان السيرفايكال كورد انجري الكوادري باريسيس تحطه على ايه؟ تحطه على سي ام في doesn't make sense ان انا احطه على اي حاجه ثانيه لان الدايفرام رايح عيان جيان باري وريكفرنج وكان في ريسبيراتوري فيلير والدنيا ماشيه معايا كويس ويا دوب بيعمل ايفورت بس ما زال شلو اسيست كنترول شغال اس اي ام في حلو جميل زي الفل تمام مش كده
الفرق بين الاسيست كنترول والاس اي ام في دايما كلينيكالي في الدرايف. هل العيان عنده مشكله في الدرايف ولا ما عندوش؟ لو ما عندوش مشكله في الدرايف اميل ناحيه مين؟ اميل على كافه الاس اي ام في، لان هو الاسيست كنترول محطوط فيه كنترول لا ينسى يطلب الاسيست، ينسى يتريجر فينسى الاسيست، مش كده؟ نخش تاني على البريشر وهو الموضة والمور تريندي اليومين دول، البريشر تارجتد فنتليشن. زي ما بدأنا التاني كان سي ام في، عندي البريشر كنترول فنتليشن. البريشر كنترول فنتليشن ان الماشين بتدليفر ابري ست بريشر، بصرف النظر البريشر ده هيحقق فوليوم ولا ما هيحققش الفوليوم اللي في بالي، حسب ايه اللي هيحدد القصه دي؟ حسب اللانج كومبلاينس، مش كده؟ عيانين البريشر كنترول زي السي ام في برضو العيان لا يتدخل في القضيه، هي كل القصه كنترول سايكلز. طب احط العيان على بريشر كام؟ اللي هو ايه يعني؟ يعني احط العين على بريشر كام؟ اختار رقم مثلا 20 25 زي ما تيجي في ايدي ولا ايه؟ هعمل امبو باجنج واشوف اللي يعمل شيست رايز مثلا، بس برضه انا بس بايدي انا مش هقدر احكم البريشر اللي انا مطلعه من الامبو باج عامل ازاي؟ اللي هيحقق لي التارجت التايدل فوليوم بالظبط، انا اللي هيحقق لي التارجت تايدال فوليوم. دايما معظم المودرن فنتليتورز بتقيس حاجه اسمها الفي تي اي اللي هو الاكسباير تايدال فوليوم، عينك على الاكسباير تايدال فوليوم اللي انت شايف ان هو البريشر اللي بيحقق كده. اوكي، انا شخصيا بلعب لعبه الناس بيقولوا ان انا بغش، انا من انصار البريشر وليا واحد زميلي بتاع فوليوم، فاحنا على طول في ازمه البريشر احسن ولا الفوليوم احسن. محدش ينكر ان في النهايه العبره بالفوليوم. انا بروح على فوليوم مود، احط التايدل فوليوم اللي انا عايزه وارفع البريشر ليميت، اقول للماشين ادي هذا الفوليوم باي بريشر انت عايزاه، واشوف البريشر اللي محتاج يحقق الفوليوم ده في اللانج دي، واعمل ايه بالبريشر ده؟ اغشه واحطه على البريشر مود، اوتوماتيك هيحقق نفس الفوليوم، مش كده؟ فاحنا يعني نبقى بس عارفين مهما حبينا البريشر ان احنا في النهايه عيننا على الفوليوم، يا اما بقيس الجهاز مدي ايه، يا اما اعمل اللعبه ان انا اروح على المود اشوف البريشر ايه واروح احطه على البريشر. انت بتظبط هنا في البريشر كنترول فنتليشن، بتظبط البي اي بي والبيب والريت والاي اي ريشيو والاف اي، دول السيتنجز اللي انت محتاج ان انت تتدخل فيهم. مفيش فيهم تايدال فوليوم، التايدال فوليوم هنا بقى ريبليسد بمين؟ بقى بالبي اي. تمام، الموديل اللي بعد كده اللي هو البريشر سبورت. البريشر سبورت حقيقة خلينا نقول ايه هو الاول ونقول بيستعمل ازاي. البريشر سبورت معناها ان البريث هيبقى تريجرد باي ذا بيشنت اند سبورتد باي ا سيرتن بريشر باي ذا ماشين. يبقى سبونتينيوس مود ولا مانداتوري مود؟ سبونتينيوس مود. البريشر سبورت روحه ان هو سبونتينيوس، وكتير جدا الاجهزه الجديده دلوقتي يحط حته بريشر سبورت مع مود تاني، يعني تلاقي مثلا باي ليفل وذ بريشر سبورت. هنيجي للباي ليفل دلوقتي، تلاقي سيباب وذ بريشر
سبورت. اللي عدى علينا وعايزين نشير اليه هو الاس اي ام في بريشر سبورت. ده موجود في بعض الحاجات الجديده زي المكيه مثلا. شغال ولا ايه؟ انا اتعودت على السبورت. ايه هو الاس اي ام بي ويز بريشر سبورت؟ حد يفكرنا بالاس اي ام بي؟ العيان هو اللي بيعمل التريجر صح؟ طيب لو العيان تريجر عدد سايكلز اكتر من السيت ريت مش هيديله، هنا هيديله بريشر سبورت جاست تو اوفر كام التيوبنج والانوي ريزيستنس عشان ما يبقاش اوبوزد افورت. اوكي؟ يبقى في ال خلاص احنا مقضيينها كده. يبقى الاس اي ام في بريشر سبورت فارق عن الاس اي ام في اللي احنا قلناه. الاس اي ام في كان فوليوم تارجت to a set rate فوقه الجهاز ما يتدخلش. لما بقلبه اس اي ام في بريشر سبورت اللي فوق الريت الجهاز يتدخل بالبريشر في ابسط صور تو اوفر كام ذا تيوب ريزيستنس عشان العيان ما يبقاش بي اوفر كام هو التيوب نفسه وهو مازال نوت فولي ريكفر. عندنا مود، هو مش مود حقيقي، في كام واحد كده ما هماش مود، بس خلينا نقول ان في حاجه اسمها الانفيرس ريشيو فنتليشن. هو حقيقي ما هواش مود، بس عشان لو سمعنا كلمه انفيرس ريشيو فنتليشن احنا على طول بنظبط الاي ريشيو على كام؟ واحد لاثنين، واحد لثلاثة. ودايما كنا بنعلم الطلبه ان الاكسبيريشن از لونجر ذان اكسبيريشن و و و. احيانا احتاج اظبط الاي اي ريشيو على 2 الى 1 واسميها ايه؟ انفيرس ريشيو. خلينا نبسط حته تبسيط مخل حقيقي مخل، بس خلينا نقولها كده ونسيبها على علم. الاكسجينيشن از ا فانكشن اوف ذا مين اير ويز. الاكسجينيشن اذا قسمنا البريذنج انتو اكسجينيشن اند فنتليشن، يعني اكسجينيشن اند سي او 2 ووش. الاكسجينيشن اللي مسؤول عنه هو المين اير واي بريشر، والمين اير واي بريشر هو محصله تو بريشرز الانسبيراتوري والاكسبيراتوري. يعني لو رسمنا الكيرف كده، ده البي وده البي انسبيراتوري بريشر. المين اير واي بريشر متحدد بده مين وده مين. طيب لو الريشيو 1:2 مين فيهم اللي واخد وقت اطول في الريسبيراتوري سايكل؟ الاكسبيريشن اللي هو الاقل. طيب لو زودت البي بواحد والبي اي بي واحد، انهي واحد فيهم يزود المين ديورنج ذا سايكل اكتر؟ يعني لو الديب ده 5 والبي اي بي 20 وده واخد تلت السايكل وده واخد تلتين السايكل، زودت ده بقى 6 وده بقى 21، المين اير واي بريشر
يزيد بزياده مين اكتر؟ المين اير واي بريشر ده المتوسط ديورنج ذا سايكل كلها. يبقى مين اللي هيبقى تاثيره اكتر؟ البي، عشان كده كده ده واحد وده واحد، بس البيب اللي واخد وقت اطول ياثر على المين اكتر. فقال لك طب ما تيجي نقلبها ونخلي البريشر الهاي هو اللي واخد الوقت الاطول، ازود المين اير واي بريشر اكتر واسميها ايه؟ انفيرس ريشيو فنتليشن. طب استعمله امتى الانفيرس ريشيو فنتليشن ده؟ ريفراكتوري هايبوكسيميا ديفنتلي، يعني ماركتلي انكريزنج المين اير واي بريشر عن طريق ان انا اعمل الانفيرس ريشيو فنتليشن. بس العيان لازم يكون سيديتد وبارالايز عشان ما يحصلش فايتنج ويخش في برضه. سيدي وتقراصي بقى الباي ليفل فنتليشن. الباي ليفل فنتليشن ما هو الا تايم سايكلينج. يعني ايه سايكلينج؟ يعني مين اللي هينهي الانسبيريشن ويبدا تايم سايكلينج بين تو بريشرز، بين تو سيبابس اف يو لايك. ماشي، يعني لو بريشر هاي بريشر ينزل امتى؟ بعد وقت معين للو بريشر، يبقى سايكلينج بين لو بريشر وهاي بريشر. ميزته الشديده عن كل المودز اللي قبله ان هو في كونتينوس فلو، يعني ما فيهوش فالف بيقفل على العيان، هو فيه مجرد ان هو فيه كونتينوس فاريبل فلو. الفلو يزيد البريشر يزيد، الوقت يخلص الفلو يقل البريشر يقل وهكذا. يعني البيشنت يقدر يتريجر في اي وقت ديورنج انسبيريشن او ديورنج اكسبيريشن. والناس المتشددين والمتطرفين في الفنتليشن لو قلت لهم ان على الباي ليفل في انسبيريشن واكسبيريشن يزعل منك، لان هو ايه؟ الاثنين سباق. تمام، يعني في هاي بريشر ولو بريشر ما بيسموهوش انسبيريشن واكسبيريشن، وان كان ان براكتس ديفينتلي هما بيوازوا الانسبيريشن والاكسبيريشن. الاي اي ريشيو 1 تو 2 في الباي ليفل العادي، الاي اي ريشيو 1 تو 2 1 تو 3 واكشلي على الماشينز انت بتتحكم 1 تو 2 ولا 4 تو 1؟ 1 تو 2 يعني الانسبيريشن اقصر. اي يبقى 2 تو 1 اي 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 الانسبيريشن اقصر. تمام، انت على الجهاز نفسه معظم الوقت انت ما بتدخلش اي اي ريشيو، انت بتتحكم في الاكسبيراتوري تايم. كل ما طولته كل ما الريت قل والاي اي ريشيو اتغير. اذا كان الشيء بالشيء يذكر، لما عملنا انفيرس ريشيو فنتليشن الناس قالوا طيب ما الهاي ليفل سيباب او البي هاي لو مديته فتره طويله ديورنج انسبيريشن يحسن مين؟ الاكسجينيشن، لانه هيزود المين اير واي بريشر. فطول ما بموت يخلي الهاي ليفل شديد جدا وفجاه يقوم عامل ريليز فور ا فيري شورت تايم ويزود ويريليز ويزود ويريليز، ويسموه الاير واي بريشر ريليز فنتليشن اي بي ار في. وده برضو من المودز الافكتيف في حالات الريفراكتوري هايبوكسيميا والاي ار دي اس. تمام، لان انا ممشي العيان على فيري هاي بريشر وبسيبه بس لحظة واطلع بيه تاني. هل ده مود لوحده ولا مش مود لوحده؟ دريجر بيقول ان هو مود لوحده، والناس التانيين بيقول لك بيشتغلوك ما تظبط التايمز بتاعتك وايه ايه ايه فارقه عن اي حاجه. الموديفيكيشن الثاني اللي على الباي ليفل هو الباي ليفل او ايا ما كنت هتسميه. لو انت شغال مع ماكي هيبقى اسمه باي فنت، لو انت شغال مع دريجر هيبقى اسمه باي باب، على البنت بتهيألي اسمه ديو باب حاجه كده، اسمه ديو باب.
ان انت تحط عليه بريشر سبورت. ان انت تحط عليه بريشر سبورت يعني لو البيشنت ديورينج اللو بريشر بيريود تريجرد يتعمل له بريشر سبورت، بيبقى منظر السايكل بتاعت البريشر سبورت كده بالظبط على الجهاز. وعايزين نقف قدام منظر السايكل دي في نقطتين، هي ليه زمنها غير زمن السايكل الثاني، وليه ارتفاعها نفس ارتفاع السايكل الثاني. ناخد السؤال الاولاني، هي ليه زمنها اقصر من زمن السايكل المانداتوري، لو هنعتدي على الترمينولوجي ونسميها مانداتوري سايكل، ليه اقصر؟ هو مين اللي حدد زمن دي؟ مين اللي حدد هذا الزمن؟ الجهاز؟ يعني هي بريست، انا اللي مدخلها، مش احنا قلنا ان هو تايم سايكل، يعني المده دي انا مدخلها بايدي اسمها التي هاي، التايم هاي، انما المده دي مين اللي محددها؟ البيش، صح؟ طيب يبقى دايما هلاقي السبونتينيوس سايكل زمانها اقصر، اعرفها بالشكل على الشاشه. طب هي ليه نفس الارتفاع؟ لان انت بتظبط البريشر سبورت على الفرق بين البي هاي والبي لو، على الفرق بين التو بريشرز. يعني انا لو حاطط العيان على بايفنت 25 على 5 احط البريشر سبورت على 20، لان انت قررت ان انت عايز تبنتليت العيان ده ببريشر 25، فمش اقل من ان انت السبونتينيوس سايكل بتاعته برضه تاخد 25، وهي بتبقى فوق البيب، فانا لما احطها 20 زائد الخمسه تبقى توصل ل 25. طب ايه رايك لو العيان محتاج سنه اكتر، ان احنا على نفس الاكزامبل ده نخليها له 30، هيبقى الشكل عامل ازاي؟ مش كده؟ Does it make sense؟ لو العيان محتاج في الاسبونتينيوس 30، طب من باب اولى، من باب اولى ما تديله المندات ب 30 يعني، ولا ايه؟ صح؟ مش فايلنج ده اصلا سبونتينيوس مود. It's a spontaneous mode with continuous flow، بس لو العيان ما خدش في ريت والهاي فلو او الهاي بريشر اللي حاصل بيترانسليتس انتو انسبيريشن. تايم سايكل ذا انسبيريشن، يفضل في انسبيريشن للوقت اللي انت محدده وينزل يقوم يكسبايل. وهو سبونتينيوس، هو بيتريجر، بس انا اساعده بقد ايه؟ اساعده بالفرق بين البيب والبي هاي. لان هو انا لو شايف ان هو محتاج مساعده اكتر من كده، من باب اولى ان انا اطلع لو سميناها مانداتوري، يعني هي مش مانداتوري. احنا بوظنا السبوره بس. هنا قلنا الانفيرس ريشيو فنتليشن، وقلنا الباي ليفل اي مكان انت هتسميه بعد كده عندنا حاجة اسمها بي ار في سي. بي ار في سي، وبالراحة عشان ما نتخضش، بريشر ريجوليتد فوليوم كنترول. بدأوا يشوفوا إن الدنيا لا هي كلها بريشر ولا هي كلها فوليوم. فإيه اللي بيحصل في البريشر ريجوليتد فوليوم كنترول؟ إن في بيعمل اللي أنا كنت بقول لكم عليه، بس هو بيعمله أوتوماتيك. بيقوم مدي فوليوم سايكل ويقيس عليها البريشر، يبقى ده اللوست بريشر، وبعدين يقلب بريشر. بس خلي بالك وانت بتظبط الفنتليتور بتاعك على البريشر ريجوليتد فوليوم كنترول،
ان الالارم بيشتغل ليميت. تاني انا ظبطت، انا عايزه يدي التايدال فوليوم 500 وظبطت البريشر الارم ما يزيدش عن 30. ماشي، معظم الاجهزه بتدي نفسها سيفتي مارجن 5 تحت البريشر الارم، يبقى هو هيحاول يدليفر ال 500 بس البريشر ما يزيدش عن 25. لو اللانج كومبلاينس مش سامح هيقطع السايكل، مش هيدي ال 500. ودي مشكلة كتير، انت بالتليفون انت ظابط الفنتليتور على ايه؟ يقول لك انا ظابط التايدال فوليوم على 400. مظبوط صح، بس انت مكتف الجهاز بمين؟ بالبريشر الارم. طب اللي متحقق من ال 400 كام؟ 200. فابقى عيني لو في ديسكريبنسي بين ده وده بروبابلي انا محتاج استعمل بريشر اكتر. يعني ماكي مثلا يقول لك انا بتست بريث باي بريث، يعني هو مستني ان اللانج كومبلاينس هتتغير فروم وان بريث تو ذا اذر، فهو بيقيس اللانج ميكانكس الاول ويشوف هاو تو بيست ديليفر ذيس فوليوم باي ذا لوست بوسيبل بريشر، فهو بيحاول ان هو يوازن بين التو مودز. في اذر مود زي السباب العادي، السباب وظيفته في العيان الانتوبيتد ان هو تو اوفر كام عندنا كونتينوس بوزيتيف اير واي بريشر اللي هو السباب ده سبونتينيوس مود، مجرد ان انا بدي للعيان كونتينوس بوزيتيف اير واي بريشر تو كيب ذا الفيولر انفليشن، خصوصا لو في تندنسي فور كولابس، وفي ابسط صوره لو اديت الفسيولوجيكال بيب بيبقى تو اوفر كام دي اير واي ريزيستنس بتاع التيوب. احنا عندنا ما فيش حد بيبقى فنتليتد بيب اقل من 5، يعني السلام عليكم الكويس بياخد البيب 5. المود اللي بعد كده ان العيان مش حلو قوي كده ما يقدرش ان هو يتحكم في السايكلز بتاعته، فاخليه سباب بريشر سبورت، يبقى انا عندي بوزيتيف كونتينوس بوزيتيف بريشر بس لما العيان يتريجر يقوم مديله 15 او يديله 20، وكل ما اللانكس اتحسنت كل ما ده يسمح لي ان البريشر سبورت انزل بيه. يبقى انا خطوه بسيطه بين الكنترولد مودز وبين ان انا احط العيان على سباب فقط هو ان انا احطه على سباب بريشر سبورت. عندي بعد كده حاجه اللي هي ما هياش طبعا مود اوف فنتليشن بس هي التي بيس، كلنا عارفين التي بيس مش كده، ان انا بشيل الفنتليتور خالص بقى وبخلي فيه باي فلو اوف اوكسجين في السيركت والعيان ياخد منه على قد ما هو عايز. دي يوجوالي بتتعمل از سبونتينيوس بريذنج ترايل براير تو اكستيوبيشن، وما تسيبش العيان اللي كان على برولونجد ميكانيكال فنتليشن على تي بيس كتير، لانه صح ان هو يبقى اكزوست، يعني صح ان انت لو العيان شلته يتشال، بس لو شلته على سبته على تي بيس كتير يتعب. فالناس يوجوالي بتتكلم على 1 to 2 hours of spontaneous breathing trials.
نرجع نسمرايز تاني احنا ايه اللي جابنا هنا. كنا بنتكلم عن مودز اوف فنتريشن، قلنا في فوليوم مود وبريشر مود، وفي البريشر مودز اتكلمنا عن بريشر كنترول، عن بريشر سبورت سواء لوحده او مع اس اي ام في، الانفيرس ريشيو قلنا ان هو مش مود لوحده، الباي ليفل وقلنا ان طالع منه الاي بي ار في موديفيكيشن منه الاي بي ار في، والبي ار بي سي والسباب سواء لوحده او مع بريشر سبورت. في اي اسئله او استفسارات في المودز؟ اتفضلي. السمارت باب ده حاجه بيتكلموا عليها بتوع هاملتون بيتهيألي، مش كده؟ هو بيتهيألي هو التو ليفل بتاع هاملتون، مش كده؟ هو اول سمارت باب هو نفسه بالظبط الباب ده، بس اختفت وسمته جامد. بس هو الـ 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 على الجاليليو هو في الاسبريشن هو زي الباب بالظبط. تمام. هو هنلاقي اسامي كتير مختلفه كوميرشال يعني، انما زي ما الدكتور محسن تفضل ان ده الايكويفالنت بتاع الباي ليفل. اي اسئله تاني؟ اوكي. ننتقل للجزء الثاني ان شاء الله، وهو ان احنا هنتكلم على suggested settings for different scenarios. وهتعذريني اذا كنا هنتكلم على التايدل فوليوم دايما من لبركيجي. بس هو الكار بيحط. طب محمد اسالك في حاجه؟ اتفضل. هيدي ثوت بيك بين الستوري دي والاستوري حاجه ثانيه. في كلمه ترحيب قريبه جدا جدا للدكتور دسوقي. اه اتفضل. لارتباطه بالمواعيد لازم حتى على الناس. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى اله وصحبه. فنتريشن وقلنا ان في حاجات فوليوم تارجتد وفي حاجات بريشر تارجتد. نحاول ان احنا نوصل لريسيبي بدائيه للديفرنت بالمونري ديسوردرز او ديفرنت سيناريوز اوف ميكانيكال فنتريشن. مش مقولتي بس يعني احد الاساتذه دايما يقول ان الفنتليشن ده نفس، هو نفس بس هو مش قصده ان هو نفس بمعنى ان هو بريث زي بس، ان هو زي الاكل، زي ما الطبيخ نفس الفنتليشن نفس، يعني صح ان اتنين يوصلوا لنفس التارجت in a two very different ways in a completely different way. اوكي. فاللي هنقوله هو مجرد جايدنس و النورمال لانز. نحطه على مود ايه النورمال لانز ده؟ عيان الجي ام باري ده احطه على ايه؟ احطه على اس اي ام في، ده اوبشن دائما كويس لو اخد اصحاب، لو ما اخدش عندي الست ريت بتاعه، انما انا لم متاكد من البدايه اساسا ان هو مش هياخد، هحطه على مثلا سي سي ام في. تمام. ودايما احنا بنعلم النواب ان احنا ما بنختارش المود ونروح، اختيار السيتنج از ا دايناميك بروسيس، يعني صح ان هو دلوقتي محتاج كذا، بعد 10 دقائق محتاج حاجه فاس اي ام في، او لو عايز العب شويه واخليها يعني شكلها شيك واحط لها شويه محسنات اخليها اس اي ام في بريشر سبورت لو الجهاز بتاعي بيسمح، لو عيان انا عارف ان مفيش فيه سبنتينيوس ايفورت خالص هخليه سي ام في. طب الريت؟ نورمال، يعني انا حابب اللي قال كلمه نورمال. فيسيولوجيكال ريت، احنا في الاطفال بنروح نشوف الفيزيولوجيكال ريت فور ايج، انما بيتهيألي في الادلتس حاجه زي 20 مثلا، 20 25 مش اكتر من كده. طيب الاي اي ريشيو، الاي اي ريشيو دايما الستارتنج بوينت بتاعها في النورمال لانج 1 تو 2. تمام. والبيب 5
اف اي او 2 100% في الاول شويه اجريسيف لان احنا متفقين من الاول انه نورمال لانز. يمكن مش اصل برضه احنا في الاطفال عندنا ازمه مع الاكسجين العادي يعني من المحرمات. انما يوجوالي 30 ل 50% اف اي او 2 از كوايت سفشنت. وياما عيانين فنتليتد باي 21% اكسجين هواء يعني. مش محتاجين حاجه. التارجت بتاعنا ايه في العيان اللي عنده نورمال لانج؟ بيت سايد تيست علشان اعرف ان ام دوينج فاين. بعيني ابص على ايه واقول اه احنا كويسين قبل ما نقدر الارتيريال بلاد جاز. ساتوريشن ابوف 90 ابوف 92 از كوايت فاين. ده كان الاكزامبل السهل. عيان الاسم تختاروا له مود ايه؟ وجايزه اللي هيختار المود صح. ايه لا هي جايزة واحدة مرة واحدة محدش هيختار صح. أو أنت اللي هتدفع مصر. أختار مود إيه؟ أفضل إيه المود لعيان الأسم؟ At any price no mechanical ventilation في عيان الأسم at any price. تمام؟ ما تاخدهاش الديسيجن تو انتيوبيت عيان الاسما لايتلي، ما هواش ديسيجن سهل. لان العيانين دول المفروض ان هم عاملين ايه في الفنتليشن بتاعهم؟ السي او 2 ديورنج اكيوت سيفير اسما المفروض يبقى عامل ازاي؟ نورمال اور لو، مش كده؟ ده حتى النورمال بما الناس ما بتحبوش النورمال سي او 2 في عيان الاكيوت سيفير اسما اذا بور ساي. تمام؟ فالعيان الهايبر فنتليتنج ده انت عشان تعمل له اندكشن وتجيب حد من الانفيزيا يعمل رابيد سيكونس، شويه الابنيا اللي هيحصل فيهم رايز للسي او 2 ما هماش مستحبين اطلاقا. بالاضافه الى ان الباثولوجي الاساسي في عيان الاسم هو الاير واي هايبر رياكتيفيتي، فانت بتحط فورين بودي. تمام؟ وفورين بودي سكته داخله من 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 يعني من عين الفيجاس. يعني انت داخل بتزق في الفيجاس شخصيا وانت داخل بين الفوكال كوردز. فمهم جدا ان اللي يعمل الاندكشن والاناثيزيا يكون حد فاهم، يكون مستعمل انتي كولينرجيك في الاندكشن، يكون عنده واخد اتروبين قبل ما يركب التيوب. صح ان انا ارش الفوكال كوردز بالجلوكين او بالجلوكين سبراي، ابقى فاهم الفارماكولوجي بتاع الدراجز لما اجي اعمل البين ريليف بتاع العيان ما استعملش مورفين، لان المورفين از ناستي هيستامين ريليزر. انما استعمل حاجه يكون ليها انتي كول يعني ليها سيمباثومايميتيك اكشن زي الكيتامين مثلا. كويس؟ فالديسيجن محفوف بالمخاطر والصعوبات وما هواش المنظار يا زغلوله والتيوب يا زغلوله وادي له واحده تيوب في الكورس. انا عندي النرس بتاعتي اسمها زغلوله فدايما بستشهد بيها. اتس ا ميجور ديسيجن. انما لو احتاجنا هنحطه على ايه؟ نختار له موت ايه؟ سي ام بي في الاول يبقى هتنيمه، هتعمل له باراليسز من الاول لو ده الشويس. اوكي، لان احنا قلنا سي ام بي لابد ان العيان يبقى بارالايز، انما احد الاوبشن. بي ار بي سي اوبشن جيد جدا. بي ار بي سي ميزته ايه هنا البي ار بي سي؟ ان هو كل مره هيقيس الدايناميك بتاع اللنج، واحد الكورنر ستونز في الاسماء وحضراتكم الاساتذه الريفرسيبيليتي،
ان كل شويه ال 500 دول هيجوا ببريشر فاريبل، فالبي ار بي سي كويس، الباي باب او الباي ليفل كويس. دول المودز احطه على ريت ايه؟ خلينا الاول نقول ان احنا حطيناه على باي ليفل، احطه على بي اي بي ايه؟ هيبقى عندي البي اي بي والريت والباي اي ريشيو، احطه على بي اي بي ايه؟ مش مهم. ثلاثين؟ اوكي. اي افكار اخرى؟ احطه على الفوليوم كنترول، ده اوبشن جيد، او احطه من الاول على البي ار بي سي. ممكن احطه على الفوليوم كنترول واحط له تايدل فوليوم. طب انا لو احطه على فوليوم احطه على تايدل فوليوم عامل ازاي؟ من 6 ل 8 مللي بركيجي. ده رقم جيد، من 6 ل 8 مللي بركيجي. انا مش محتاج ادي هاي بريشر. روح ظبطة الفنتليتور في العيانين الاسماتيك، the lowest pressure and the smallest volume to give chest drugs. فانت بتظبط وعينك على العيان، ما عندكش رقم انت متاكد انه هيعمل chest rise في اللانجز دي في الحاله دي. اوكي؟ فانت بتدي the smallest volume او the lowest pressure اللي هيعمل chest rise. الريت always go for a slow rate. Always go for a slow rate. لأن الاوبستراكشن فين في العينين الأسماتيك؟ الإكسبيريشن، فمحتاج إكسبيريشن طويل، فلما عشان أديله الإكسبيريشن طويل ده هيبقى على حساب عدد السايكلز، فالريسبيراتوري ريت ينفع إن أنا أقلله. بنستعمل فيهم مبدأ البرميسيف هايبر كاربيا، يمكن مش هنقدر نناقشها بتفاصيلها، بس أنا ما عنديش مشكلة السي أو 2 كام. السي او 2 يطلع 70 80 90 اتس اوكي، طول ما البي اتش فوق 7 25. المتطرفين كمان بيقولوا فوق 7 2 من 10 وحاجات. تستعملوا ايه يا دكتور مهدي؟ 7.25 از ذا يوجوال نمبر. اوكي؟ فالسي او 2 ما هواش قضيه قوي، لان انا لو صممت ان انا اريديوس السي او 2 هستعمل بريشرز ويل انديوس لونج انجن. فا از نوت ا بيج ديل، برضه بساتوريشن ابوف 85% تو ريديوس ذا اف اي او 2 از ماتش از اي كان. الاي اي ريشيو ويف اوريدي ديسكاست ان هي ممكن تبقى 1 تو لارج نمبر 1 تو 4 1 تو 5 تو الاو فور برولونج اكسبيريشن. اوكي؟ المثال الثاني الشهير عندنا هو عيانين الاكيوت لانج انجري او الاي ار دي اس. Do you oscillate adults? Acute lung injury, you stick to low tidal volumes. There is a famous trial comparing the large tidal volume strategy versus a small tidal volume strategy. Unfortunately, it was purely adult study of the ARDS network. And there is a benefit for a small tidal volume ventilation in ARDS, a small VT. Evidence-based, أبيض وأسود، قول واحد، من 6 ل 8 مل بركيجي. Most people will even go to 6, they won't go up to the 8. IE ratio, you have difficulty in oxygenation. So how would you manipulate your IE ratio? So you go for equal ratio 1 to 1 or even to inverse ratio ventilation to increase the main airway pressure اللي هو main oxygenation demonstrator. What would you do with your peak? You can increase the beat. Will you increase the beat? Of course you can. Of course you should increase
the peak. People go up to peaks of 15 and 18, and that's fine. All you need to do is to really sedate your patient nicely, or even you paralyze your patient. I worked with one of the consultants who taught me what he called the peak march. خلص يا بيحر. يشرب كوباية شاي ويبقى مزاجه حلو ويسحب الكرسي ويقعد جنب العيان سيديت بارالايز والبيج يزيد اتنينات. وطول ما انت ريورد بزيادة في الساتيوريشن هو شغال. طالع. لغاية ما يلاقي ستيب يزيد فيها البيج من غير الساتيوريشن ما يزيد فيها يقوم راجع للستيب اللي قبلها وواقف وهو ده يبقى الايديال بيك فور ذا بيشنت. اللونج ريكروتمنت استراتيجيز از ا هيوج سبجكت ويتش وي نوت جوينج تو ديسكاس ناو. انما ما تخافش من البيك. بس خليك عارف ان البيك ممكن يكون ليه هيموداينامك ريبركشنز. سو يو مايت نيد تو الكتفلي ستارت ان انوترو بيفور يو ستارت جوينج اب اون يور بيك. يبقى العيان اللي جاي قبل ما نطلع معاه بالبيك ممكن نبتدي دوبامين انفيوجن اور وات ايفر. ده كانت محاوله يعني مخله لتبسيط هاو تو سيت يور فنتليتور ان ديفرنت سيتنجز. المهم ان احنا ناخد الروح العامه بتاعه القصه. اخر حاجه في الفنتليشن هي الاكستيوبيشن. وين تو اكستيوبيت يور بيشنت؟ ايه البري ريكويزيتس؟ ايه التشيك ليست اللي في بالك علشان العيان تشيل له التيوب؟ ايه؟ كل واحد بلاد جاز نورمال يعني مسج التايم البرايمر ان هو يكون ريفرسال انه ريفرسال اوف ذا باثولوجي هيموداينامكال ستيبل ماسل باور از ستيبل. ايه كمان؟ اشتغل. الرابيد شادو بريدنج اندكس. حتى خلينا في حته مش عايزين ندخلها بس ذاتس فاين. في حاجه اسمها الشادو بريدنج رابيد شادو بريدنج اندكس مش هنتكلم عنه بس مشهور. اكس راي. اكس راي مجرد صوره يعني لو الاكس راي كويسه وهو ابني مثلا. من الاخر هو كل ده. ولو لو خدناها ببساطة إن العيان يكون فايت عنده بروتكتيف أبر إير واي ريفلكسز إن ما تكونش التيوب تايت على الفوكال كوردز يعني يكون في ليك لما بشيل الكف تمام إن يكون في ماسلز كويسة ولانجز كويسة وهارت كويس وإمتي ستون. لو كل ده حاصل بيترجم معاك زي ما حضرتك قلت في بلاد جازز كويسة بس بلاد جازز كويسة والعيان أبنك doesn't help. يعني لازم العيان يكون فايت وتريجرنج وهو اللي عامل ال huge discussion whether you go to a spontaneous breathing trial or you don't go to a spontaneous breathing trial. اعتقد الكفه حاليا مايله ناحيه ال spontaneous breathing trial. انا شخصيا ما اتعلمتهاش كده بس بغير البراكتس بتاعي دلوقتي ان انا اعمل spontaneous breathing trial then you extubate your patient. أنا عايز أعرض مثال علشان وإحنا مانجينج العيان الفنتليتر الدكتور محسن هيديني دقيقتين اتنين. لو عندك تو بيشنتس واحد البي اي او 2 بتاعه 90 وواحد البي اي او 2 بتاعه 96 the patient A with the patient B. وده العيان ده الساتوريشن بتاعه 80 والعيان الثاني الساتوريشن بتاعه 96. مين فيهم اللانس بتاعه احسن؟ It's just A or B. B looks like it's B. مش
مشكلة. طب لو عرفت ان الاثنين دول ميكانيكالي فنتليتد وان الـ FiO2 بتاع ده 25 وبتاع التاني سوري هفتكر 85 بدأ الشك يتسرب الى قلبي مش كده؟ طيب لو عرفت كمان ان المين ايرواي بريشر اللي هو محدد الاكسجينيشن هنا 13 وهنا 22 فيو هاف تو تيك ان كونسيدريشن هاو ماتش سبورت يور جيفينج ذا بيشنت قبل ما تحكم على العيان احسن ولا لا. يعني النايب بيتصل بيك يا دكتور البي اي او 2 كان 60 بقى 80 الاف اي او 2 كام والمين اير واي بريشر كام الرقم ده لا يعني اوتوماتيك ان اللنج اتحسنت. طب بنحسبها ازاي؟ بنحسبها بحاجه اسمها اوكسجينيشن اندكس. اوكسجينيشن اندكس ما هو الا ببساطه انت بتدي العيان ايه مقسوم على العيان بيديك ايه. احنا بندي العيان ايه؟ بنديله FiO2 وبنديله بريشر نضربهم في بعض والعيان مديك ايه؟ مديك BaO2 او لانجز يعني لانجز بتستجيب لل FiO2 المين اير واي بريشر بايه؟ بان هي تدي BaO2. كل ما الاكسجينيشن اندكس زاد ولا قل بقى احسن؟ كل ما قل يعني كل ما اديته اقل فهو اداني اكتر بقى اللنجز احسن. لو جيت تحسب الاكسجينيشن اندكس للعيانين دول هتلاقي الاولاني ده 36 وده 19 ونص بقى مين الاحسن؟ بقى ايه؟ ليه بقى؟ عفوا انا عكست ال عكست انا عكست ال تمام فال الاكسجينيشن اندكس هو مؤشر للافشنسي اوف ذا لانج بس اتس كونسيدرينج هاو ماتش سبورت يو جيفينج ذا بيشنت. يعني ايه ساتوريشن؟ يعني ايه ان العيان الساتوريشن بتاعه 90%؟ فيسيولوجيكال يعني تسعين في المية ايه؟ تسعين ايه في مية ايه؟ يعني ايه تسعين في المية؟ وده حلو ولا وحش؟ تسعين في المية ده حلو يعني ولا المفروض ان هو حلو بس في النهاية ده رقم ليه علاقة بمين؟ بالهيموجلوبين. بمعنى لو عيان هيموجلوبينه 6 وساتوريتنج 100% كام جرام هيموجلوبين شايلين اكسجين؟ 6. طب لو عيان هيموجلوبينه 15 وساتوريتنج 80% بالظبط. فاحنا مهم ان احنا دايما ناخد في بالنا ان مش الساتوريشن هو اللي مهم، مهم الاكسجين دليفري تو ذا تيشوز اللي داخل فيه عاملين مهمين جدا الهيموجلوبين والكاردياك اوت كويس. فدايما نبص للبروسيس اوف فنتليشن ان هو مش رقم الساتوريشن اللي طالع من صابع العيان انما ار ذا تيشوز اوكسجينيتد اور نو. بشكركم جدا واسف جدا على الاطاله وبشكر الدكتور محسن والدكتور رائد على الاستضافه. اي اسئله؟ Thank you very much. يعني you did the doubling effort. ويعني دائما I'm convinced those who can demonstrate in the table is more perfect enough. واللي كانت يعني our concept in this course is ان احنا we are really need for those who are preparing the presentation from literatures but we are يعني intended to manipulate the information as if we are in ICU. ولذلك يعني it is not very difficult at all بالنسبه للدكتور محمد عطيه ان هو to speak through the board or source of the short visit what a lot. Thank you very much to محمد. Thank you for your very good informative presentation and I hope to be with us later on.
And I think it is the start rather than the end, inshallah. Shukran Muhammad. Now, the time, I think for the touch of honey of this course, Dr. Mahdi Idris, consultant of Pulmonary Medicine in the Military Hospital of Riyadh, Saudi Arabia. By the way, Dr. Mahdi Idris is the head of thoracic of Saudi Society of Pulmonary Hypertension, and I think it is one of his domain of interest, and he's welcome in Egypt. And I think we started by an ARDS, which is a very difficult